اهلا بيكم في حلقه جديده من عسكر اورثونتك مانت. تعالوا نشوف حلقه النهارده بتتكلم على ايه. النهارده هنتكلم على طريقه تركيب الليجيتشر تاي. بنحتاج الليجيتشر تاي لما يكون عندي روتيشن وعايز اعمله انستيد اوف فيجر 8 او تاي، وبحتاج كمان الليجيتشر تاي لو عايز اعمل تراكشن للكي 9 وفي نفس الوقت عايز الفريكشن يكون قليل وما يحصلوش روتيشن اثناء التراكشن. اول حاجه بنجيب ليجيتشر واير، وبعد كده ببدا اعمل تويستنج لي بحيث ان انا اخلي الليجيتشر واير على قد البراكت او اكبر حاجه صغيره. التويستنج بتاعنا بيكون كله كلوك وايز روتيشن. هبدا اركب الليجيتشر تاي كده عند الكي 9 واتاكد ان هو دخل تحت الهوك من هنا ومن هنا. بعد كده باجي بالهوموستات وابدا اكمل التويستنج. بكمل التويستنج كلوك وايز واتاكد وانا بعمل تويستنج برضو ان هو جاي فوق الوينجز بتاعت الكي 9. هبدا اكمل تويستنج، وانا بعمل تويستنج انا مش بكون في الميدل كده، لا انا بشد الواير وانا بعمل له تويستنج ديستلي او ميزيالي وبكمل التويستنج بالشكل ده عشان اضمن ان الاند بوينت عندي هتكون ميزيال او ديستل فاقدر اعمل لها هايد تحت الواير. خلصت التويستنج هاجي بالهاند بيست او بالليجيتشر كاتر، وبعد 1 مليمتر من هنا ابدا اعمل كاتنج. هقفل الهوموستات وهاجي على الجزء اللي هو ال 1 مليمتر اللي انا سايبه ده وهعمل عليه بريشر عشان اهايد ات اندر ذا واير. كده عملنا الليجيتشر تاي ومفيش اي حاجه تعمل انجر البيشنت. يا ريت تكونوا استفدتوا معانا في الابسود بتاعت النهارده، واكتبوا لنا في الكومنتس ايه الحلقات اللي انتوا عايزينها عشان اعملها لكم، ورايكم ايه في الابسود بتاعت النهارده. نشوفكم في حلقة جديدة من عسكر أورثونتك مانت.